تركيا في دقيقة. ولاية اسطنبول تعلن عن وجود 1,300,000 أجنبي يقيمون فيها بشكل قانوني، وينقسم العدد بين 540,000 من السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، وبين 763,000 من جنسيات أخرى يحملون الإقامة السياحية. السلطات التركية تضبط 120 مهاجراً غير نظامي في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول، وتسلمهم لإدارة الهجرة في الولاية لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. جامع آيا صوفيا يستقبل 104,325 شخصاً في أول أيام عيد الفطر المبارك، ليسجل ذاك اليوم أكثر أيامه ازدحاماً منذ إعادة فتحه كجامع. شركة أناضولو جيت التركية للطيران تعتزم تسيير رحلات مباشرة بين العاصمتين التركية أنقرة ولبنانية بيروت ابتداء من 2 يونيو حزيران المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعياً. تركيا في دقيقة.